السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ النهارده بقى هنعرض مع بعض الستان المضلع. ده بتكون خامته بتكون مضلعه كده مجلمه، يعني في منه خامات، وفي دلوقتي معظم الموجود في السوق هو الستان اللي بيكون على فل بالشكل ده. هوريكم خامته مع بعض عشان تبقوا عارفين. خامته خفيفه عن بتاع زمان، وهوريكم برضو بتاع زمان اللي اول ما بدأنا، اول ما نزل مصر كان موجود. خامته خفيفة، يعني ايه صعب تعملي بيه في يونكة جوجو. يعني انا بيطبق على طول، على عكس مثلا لو استعملنا اللي هو ده هتحس ان هي ماسكة نفسها شوية. بصوا تجيل تجيل خالص، وطري. على عكس ده ناشف شوية. مش عارفة فاهمكوا جو، بس يعني ايه ده خامته افضل من ده. تمام. ممكن ده بيتكسر شوية، بالتكسرة بتبان فيه، انما ده مش قوي. ده بصوا تفرديه بيرجع زي ما كان على طول. وده بقى النوع التايواني، كان من عند مورا. كان المتر ب6 جنيه. المتر كان ب6 جنيه. خامته برضو خفيفة، خامته طرية، بس تجيل سنة عن التاني اللي هو بصوا خامته جميلة والله، ولمعته فظيعة اهي. سمعته جميلة خالص، يعتبر شبه الشغل الصيني ده او الشغل الاجانب. ده الخامة اللي هي افضل خامة عندي، اللي هو التايواني، كان موجود عند مورا وما شاء الله اتسحب كله، مفضلش عندها منه. كانت مستوردة مخصوص. يلي بقى الخامة اللي هي دي، ده برضو تقريبا نفس النوعية، نفس نوعية ده. تمام. يلي بقى الخامة ديت برضو خامة خفيفة بس الى حد ما طرية عن الخامة الواقفة دي. الخامة دي طرية حتى وانت بتشتغلي كده بتبقي مرتاحة في الشغل، وجميلة صراحة برضو. لو هتعملوا في يونك جوجو يا بنات لازم تبقى طبقتين، بس انا كنت عاملة في يونك جوجو بالخامة ديت، وكنت ايه مصغرها شوية، يعني ايه كده بحيث لو اتطبقت ولا حاجة ترجع على وضعها تاني. استخدمت الخامة دي تقريبا. الستان ده كان موجود على بكرة، بس مش فل، كانت بكرة كرتون. كانت كرتون من النص، وفي الجوانب زي حواجز كده. كان برضو موجود في السوق. هتلاقوا منه ألوان معينة، في منه مسطردة كده عشان تعلموه اللون الوحيد. المسطردة الخامة الوحيدة المسطردة كانت من الخامة دي عشان تعلموها. يعني الخامة دي برضو حلوة، عملت منها في يونك جوجو في الفيديو بتاع في يونك جوجو، كانت خامة كويسة. اما دول خلاص خلصهم، ما عادوش موجودين. ده برضو نفس نوعية ده اللي موجود في السوق معظمه، ده اللي بيعملوا عليه عروض او كده او بيتباع، هو ده اللي هو ده. خامته واقفة شوية وناشفة، بس يعني حلو يأدي الغرض. يعني في منه كل الالوان. تمام. دي برضو نفس الخامة، هي بصوا اهي برضو ناشفة، انما اللي يلاقي الخامه دي برضو كويسه ممكن تجيبوها، برضو حلوه. اللي بعد كده ده ستان 4 سنتي، ده ستان 4 سنتي. الاجانب بيستعملوا الستان 7 سنتي، يعني تمسكي، عشان كده فيديوهاتهم جميله، يعني تمسكي كده الشريط الستان بيبقى 7.5 او 6 سنتي. بصوا بيبقى 7.5، تمسك الشريط تلاقيها ما شاء الله عملت الفيونكه عريضه وكبيره، ما احتاجتش اي حاجه، عشان تبقوا عارفين ان خامتنا غير خامتهم. انا كمبتدئه هشتري ايه؟ عشان بس كنت هنسى. كمبتدئه يا ستي هتجيبي بكره حمراء، بكره بيضة، بكره بامبي، بكره لبني مثلا او سيمون. تمام. ومعاكي مثلا بكره ايه، اي حاجه غامقه، كحلي، اسود، والباقي امطار. هتجيبي 3 متر من ده و3 متر من ده، اهو ده هو انا جايبه منه 3 متر من عند مورا معايا. فده برضو كويس. يعني في الوان معينه تشتريها، وفي الوان ما تبدايش بيها، يعني ده ما تبدايش بيه. لما الزبون يطلب بعد كده وحسيت ان في زباين بدات تطلب الوان غريبه عجيبه، ايش اطلبيها براحتك. في مثلا لون موضه زي المنت جرين، كشمير، برضو الكشمير ممكن تجيبي يعني 4 متر 5 متر. تمام. ده الستان المضلع على 4 سنتي. ندخل بقى على الستان 2.5، اللي هو برضو برضو كمان في منه خفيف وتقيل. لسه واخده بالي دلوقتي ان في منه خفيف وتقيل. اول مره جبت من عند مورا كانت الخامه الجميله ديت، خامه برضو طريه ونفس خامه ده،
كانت نفس خامة ده اهو، ولونه كده يعني ايه، بصوا يحس ان هو عالي كده راقي خالص عن الخامة اللي هي ديت. دي خامة خفيفة، نفس خامة الاحمر ده، نفس الخامة، قريبين من بعض جدا. يعني لو حطيتي ده جنب ده يعني ايه، مفيش وجه مقارنة ما بينهم. المقاس 2.5 ليه موديلات معينة بتتعمل بيه. هي الخامة هي عشان تبقوا عارفين، بصوا اللمعة بتاعتها حتى لمعتها جميلة خالص عن ده، ما تحس ان هو فيه ايه، كله ناشف كده. هوريكم برضو المقاس 2 سنتي، برضو يعتبروا الاتنين قريبين من بعض، 2 سنتي و2.5 في الموديلات بتاعتهم اهو. برضو حلو، ممكن تجيبي كم متر، يعني مثلا ب50 جنيه لو انت مبتدئة، 50 جنيه 2 سنتي او ب50 جنيه 2.5. تمام كده، نوعي بقى الوان، واعرفي ان انت مثلا لو داخله على مدارس يبقى تجيبي ابيض وكحلي، شوفي اليونيفورم بتاع مدرستك ايه، المدرسه اللي عندكم في البلد ايه. لو داخله على مواسم وافراح وكلام من ده هنجيب احمر، اسود، كشمير، بامبي. نوعي بقى الالوان وشوفي ايه لون الموضه اللي نازل في السوق ودوري عليه قبل ما ايه ما تجيب الاوردر. الواحد سنتي هو كمان برضو سبحان الله خامته خفيفة وتقيلة برضو، بس مش مشكلة، ما عادش دلوقتي بيفرق. الواحد سنتي يا جماعة احنا بنستخدمه ان احنا نقفل بيه في يونكة من نص. لو ما تقفلتش من نص ستان 1 سنتي ممكن تقفل بال4 سنتي او ال2 سنتي عادي، ما فيش اي مشكلة. بس ال1 سنتي ده ممكن نعمل منه يعني زي شرايط نازلة من الفيونكة كده، نغلف بيه كليبس، نقدر نغلف بيه الكليبس كده ونحط عليه الشغل. انا جبت يعتبر معظم الالوان اللي موجودة عشان لو مثلا لو نوعت الكليبسات بنغلبه بيه 7000 او شامع. وهعرفكم برضو طريقة التغليف الصحيحة بحيث ما يكلكعش مننا. برضو في منه خفيف وتقيل، بصوا ده خفيف اهو وده تقيل. هو 1 سنتي، هو بيقولوا عليه 1 سنتي بس هو يعتبر هو فعلا 1 سنتي. 1 سنتي ده بيتغلف بيه الكليبسات. تقدروا تجيبوا مثلا ب20 جنيه الوان منوعه من عند بتوع الخامات عشان ما تكلفوش نفسكم ياما. ليه استخدامات برضو ال1 سنتي ده، بس ما تكتروش، ما تروحوش تجيبوا بكر. عايزه مثلا تعملي موديل معين عشان المدارس، هاتي مثلا 1 سنتي ابيض وهكذا. تمام، حبيت اوريكم في يونكة جوجو اللي انا كنت عاملاها في الفيديو، بس دي بس اتوسخت مني بالقلم. بصوا هو بيتطبق عادي بس برضو بيفضل على وضعه عادي. بس انا كنت عاملاه بطريقه حلوه يعني، فطلعت ثابته كده زي ما انتم شايفين وعجبت ناس كتيره والله. فديت الخامه العاديه الموجوده في السوق، برضو تقدروا تستعملوا في يونكة جوجو فيها او تنفخوها عادي، وعاملاه طبقه واحده اهي برضو طلعت حلوه. هسيب لكم الطريقه في صندوق الوصف.